القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو أمر به العبد ابتلاء، أمر به العبد ابتلاء، قد يفهم العبد الحكمة منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمة. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكمة، هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء، الابتلاء يبتليك لينظر إلى طاعتك، هتوقف تنفيذ الأمر لحد ما تقول لازم أفهم، ولا إذا ثبت الخبر تقول سمعنا وأطعنا. زي إيه مثلا؟ كذبح كأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فالمقصود هو تنفيذ الأمر وليس المقصود إمضاء المأمور به. طب إيه المأمور به؟ ذبح إسماعيل. طب هو ده المقصود؟ لا، مش هو ده المقصود. هو ده المأمور به بمعنى أن ينفذ؟ لا، لأن هذا كما يقول العلماء أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء، أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء، إذ لو أراده الله عز وجل لمضى، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده الوحيد آنذاك، والذي جاء بعد لأي، وبعدين كمان بلغ معه السعي، يعني بدأ يتبع أباه. انت عارف الولد الصغير، الأب ما يبصش للولد الصغير لحد ما يبتدي يتحرك ويبتدي ينغيه، يعني يمكن أحسن الفترات اللي الأم بتستمتع بالولد فيها طول ما الولد بيرضع، بتبقى الأم شديدة في الالتصاق بالولد. الأب عادة ما بيبصش للولد قوي، يعني في السن ده امتى الأب يبتدي يبص للولد؟ يوم ما الولد يبتدي يناغي كده، وبعدين يبتدي يجري وراه، يجي يروح الباب يجري وراه، ويبتدي الأب يهرب من الولد، لازم يتوه يمين ولا شمال عشان يلحق ليه، لأنه بيشبط فيه، كل ما يجي نازل عايز ينزل معاه. خلاص اللي يبتدي يحصل نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في السن دي. فبلغ معه السعي، العلماء بيقولوا على قولين، يعني السعي ان هو سن 14 سنة 13 سنة، يعني بدأ يسعى معاه ويمشي ويروح معاه المشاوير والكلام ده، والقول الثاني بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى، يعني يمشي، يعني مجرد ان هو يمشي. فأراد الله عز وجل أن يبتلي إبراهيم بمحبة هذا الولد، في محبة هذا الولد، ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم عليه السلام أم لا؟ فأمره بذبحه، فلما امتثل كان خليلا. مصير الخلة هي إيه؟ الخلة أن تتسلل المحبة إلى مسام القلب، أن المحبة تتخلل مسام القلب حتى لا يترك في القلب شيء لغير المحبوب، ودي أعلى درجات المحبة، أن يكون المرء خليلا، أعلى الدرجات على الإطلاق. فصار إبراهيم عليه السلام خليلا لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه، فلم يبق في قلبه غير ربه تبارك وتعالى. فده أمر ابتلاء، عشان كده لما إبراهيم عليه السلام امتثل
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت. يبقى التصديق هو إيه بقى؟ قول ولا قول وفعل؟ أهو قول وفعل بنص هذه الآية. ليه؟ فلما أسلم، يبقى ده القول، وتله للجبين هو ده الفعل. إذن الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله ليس بصادق. بعد ما القول وبعد الفعل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفيداء المبين وفديناه بذبح عظيم. يبقى ده أمر إيه؟ ابتلاء ولا إمضاء؟ طب لو كان أمر إمضاء إيه اللي يحصل؟ كان ذبح، لأن أمر الإمضاء لا يتغير. أمر الإمضاء لا يتغير، إذا أراد الله شيئا إمضاء مضى زي الأجل.